كيف حالكم أول؟ كيف أصبحت؟ أتمنى أن تكون دوماً بخير إن شاء الله تعالى. اليوم أحبتي سنقوم أنا وأنتم بعمل مراجعة لمادتكم مادة الحاسوب، لأن امتحانكم سيكون يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى 4/5 يوم الثلاثاء 4/5 امتحانكم الحاسوب النهائي الساعة 5 مساء إن شاء الله تعالى. أتمنى أن تلتزموا بالمواعيد لأن امتحان نهائي سيتم حذف الرابط بعد ساعة من الامتحان أو ساعتان إن شاء الله تعالى، لذلك أتمنى أن تلتزموا حقا بالمواعيد. والآن تعالوا نقوم أنا وأنتم بعمل مراجعة لمادتكم مادة الامتحان. مادة امتحانكم يا أول من صفحة 3، من صفحة 3 إلى صفحة 18. لم أدخل لكم الرسم بالأشكال الهندسية والخروج من الرسام وهذه الصفحات الأخيرة، لأنني توقعتها ستكون صعبة عليكم أو صعبة لنحضرها بالامتحان، الرسم بالأشكال الهندسية وغيرها، لذلك ركزت على ما قبلها وهي من صفحة 3 إلى ما صفحة 18. وتعالوا الآن لنبدأ أنا وأنتم مراجعة لكتابنا. أول ما بدأنا في كتابنا يا أول بدأنا عن وحدات الإدخال ووحدات الإخراج. وحدات الإدخال ووحدات الإخراج، تحدثنا في وحدات الإدخال والإخراج عن الوحدات التي نستخدمها في الدخول إلى الحاسوب أو في التعامل مع الحاسوب، ووحدات تخرج لنا البيانات التي نتعامل فيها مع الحاسوب. تحدثنا عن وحدات الإدخال وقلنا وحدات الإدخال قد تكون مثل ماذا؟ أحسنتم، مثل الفأرة، وأيضا قد تكون لوحة المفاتيح. إذا لوحة المفاتيح الفأرة هي وحدات إدخال، هذه وحدات إدخال. أما لو قلنا يا أول ماسح ضوئي، أيضا الماسح الضوئي وحدات إدخال، يدخل لنا صورة نريد إدخالها إلى جهاز الحاسوب. ولأننا قلنا كلمة صورة نتذكر ماذا؟ الكاميرا وكاميرا الويب هي أيضا من وحدات الإدخال، هي أيضا من وحدات الإدخال. أما وحدات الإدخال الإخراج هي التي تخرج لنا، تخرج لنا شيء نراه. فمنها وحدات الإخراج ماذا؟ الشاشة، شاشة جهاز الحاسوب وحدات إخراج، الشاشة وحدات إخراج، السماعة، هذه السماعات أيضا وحدات إخراج، وحدات إخراج تخرج لنا ماذا؟ أصواتا، تخرج لنا أصواتا. وأيضا يا أول من وحدات الإدخال الإخراج عندي الطابعة، تخرج لنا الورق المطبوع، هذه الأوراق مطبوعة من الطابعة، أخرجت لي هذه الطابعة البيانات، إذن هي أخرجت لي، إذن هي إخراج، هي إخراج. بعدها يا أول بعد أن تحدثنا عن الإخراج والإدخال أو وحدات الإدخال ووحدات الإخراج، قمنا بتشغيل جهاز الحاسوب وإغلاق جهاز الحاسوب. الآن سوف نقوم أنا وأنتم بخطوات تشغيل جهاز الحاسوب. في نهاية حصتنا سنقوم بالإخراج والإغلاق كاملا عند الانتهاء من العمل على جهاز الحاسوب. اتفقنا؟ أول ما بدأنا به يا أول في خطوات تشغيل جهاز الحاسوب قلنا علينا التأكد من ماذا؟ عند تشغيل الجهاز أحسنتم، نتأكد من أن التوصيل الكهرباء قد وصل، أن الأسلاك وصلت بالكهرباء، لأن جهاز الحاسوب هو آلة إلكترونية يعمل بالكهرباء، إذن يجب علينا أن نتأكد من توصيله بالكهرباء. جهازي موصول بالكهرباء، بعد أن أتأكد من توصيل الكهرباء أضغط على زر الشاشة، أنقر أو أضغط على زر الشاشة. هنا أنا قد شغلت الشاشة لدي، بعد تشغيل الشاشة أقوم بتشغيل جهاز الحاسوب بالنقر على الكبسة المتعلقة بالتشغيل وهي الباور الطاقة، كبسة الباور الطاقة الموجودة في نظام الحاسوب. بعدها أنتظر أن يشتغل عندي جهاز الحاسوب، يعطيني ستارتينج ويندوز، ستارتينج ويندوز قيد التشغيل أو قيد البدء بالتشغيل للجهاز. أنتظر أن يعمل جيداً وأن يشتغل لي، أختار النافذة المطلوبة، وها نحن قد دخلنا إلى جهاز الحاسوب. قبل أن نقوم بالإغلاق وهو درسنا الذي بعد تشغيل جهاز الحاسوب، يجب علينا أن نقوم بالعمل على جهاز الحاسوب بعدها نغلقه. عندي هي أول درسنا أيضاً في درسنا عن مكونات سطح المكتب، عن مكونات سطح المكتب درسنا من مكونات سطح المكتب ماذا؟ من مكونات سطح المكتب ديسكتوب، سطح المكتب ديسكتوب،
سطح المكتب desktop. الكلمات في اللغة الإنجليزية في درس سطح المكتب مهمة جدا. desktop, taskbar, start, وأيضا عندي icons. هذه الكلمات الأربعة مهمة جدا في درسكم في درس سطح المكتب في الامتحان. عندي desktop, هذا سطح المكتب desktop. قلنا أنه من مكونات سطح المكتب عندي هذا الشريط الذي باللون الرمادي أو اللون السكني، هو مهم جدا وهو أساس جهاز الحاسوب. أساس جهاز الحاسوب عندي أول شريط. المهام هو مهم عندي أول. إذا تحدثنا في مكونات جهاز الحاسوب عن شريط الموجود في أسفل الشاشة في سطح المكتب ولونه باللون السكني. هذا الشريط في أول نسميه بماذا؟ شريط المهام. أحسنتم، شريط المهام هو تاسك بار. تاسك بار ديسك توب سطح المكتب، تاسك بار شريط المهام. شريط المهام قلنا أن في شريط المهام يكون عندي هنا في هذه الزاوية هنا التاريخ والوقت. التاريخ والوقت إذا هو شريط. شريط المهام شريط في أسفل الشاشة. شريط في أسفل الشاشة يعطيني التاريخ والوقت. يعطيني التاريخ والوقت. وأيضا من أحد المكونات الهامة في هذا الشريط أو يعتبر شيء مهم لنا هنا يا أول عندي لائحة ماذا؟ ستار. لائحة ستار. إذا لائحة ستار موجودة في شريط المهام. لائحة ستار هي موجودة في شريط المهام. إذا من مكونات سطح المكتب تاسك بار شريط المهام يعطيني التاريخ والوقت وهو أسفل الشاشة في سطح المكتب. عندي أيضا لائحة ستارت. لائحة ستارت أو قائمة ستارت وهي موجودة في شريط المهام. ها هي تقع على شريط المهام وهي أساس نظام الحاسوب. وهي أساس نظام الحاسوب أو المفتاح الأساسي في نظام الحاسوب. لماذا هي مفتاح أساسي؟ لأنها تحتوي على برمجيات الحاسوب كافة. تحتوي على البرمجيات الموجودة داخل الحاسوب كافة. لاحظوا الشريط سطح المكتب لا يحتوي إلا على برمجيتان أنا أنزلتهما على سطح المكتب، لكن قائمة ستارت عندي all programs وهي كافة البرامج. لاحظوا كافة البرامج الموجودة على سطح المكتب أو في نظام الحاسوب هذا الذي نعمل عليه. إذا لائحة ستارت هي قائمة مهمة وهي مفتاح أساسي في جهاز الحاسوب. المفتاح الأساسي في جهاز الحاسوب لأنها تحتوي على البرامج كافة. إذا عندي تاسك بار، عندي ستارت، عندي تاسك بار شريط المهام، ستارت وهي من ضمن شريط المهام. أيضا يا أول عندنا في سطح المكتب عندي آيكونز. عندي آيكونز هذه ماذا؟ أحسنتم، رموز تصويرية. رموز تصويرية وهي آيكونز. وهي آيكونز أيقونات. أيقونات أيقونة وهي رموز تصويرية. رموز تصويرية. الرموز التصويرية يا أول هي شكل أو صورة مصغرة جدا لبرنامج معين على جهاز الحاسوب موجود على جهاز الحاسوب. لاحظوا هذه صورة ورقة صغيرة عليها جداول. هذه أيقونة. هذه الصورة هي عبارة عن ثلاث مهملات صغيرة مصغرة. إذا هذه أيضا رموز تصويرية وهي أيقونات. إذا هذه آيكونز. هذه آيكون. إذا يا أول عندي ديسكتوب. ديسكتوب. الديسكتوب هو سطح المكتب وقلنا أن فيه شريط المهام. شريط المهام ويعطيني التاريخ والوقت. التاريخ والوقت. وقلنا أن فيه قائمة ستارت أو قائمة ابدأ وهي مفتاح أساسي في جهاز الحاسوب. مفتاح أساسي في جهاز الحاسوب. وقلنا أيضا أن سطح المكتب يحتوي على هذه الأيقونات أو الرموز التصويرية الصغيرة وهي الأيقونات أو البرامج الموجودة على جهاز الحاسوب. وعندي أيضا هذه الخلفية الزرقاء. هذه الخلفية نسميها خلفية سطح المكتب. خلفية سطح المكتب وهي خلفية أو مساحة خلفية في جهاز الحاسوب نقوم بالعمل عليها وتوضع الأيقونات عليها. توضع الأيقونات عليها. بعد أن تحدثنا عن مكونات سطح المكتب يا أول
ذهبنا للتعامل مع الفأرة، ذهبنا للتعامل مع الفأرة، وقلنا أن في الفأرة يا أول يوجد عندي زر أيسر وزر أمامي وعجلة التدوير. في الفأرة عندي زر أيسر هنا، زر أيسر وزر أمامي وعجلة التدوير. الزر الأيسر يا أول في الفأرة هو الزر الأساسي، الزر الأيسر في الفأرة، هذا الزر هو الزر الأيسر في الفأرة، هو زر أساسي، هو الزر الأساسي. إذا الزر الأيسر يا أول هو زر أساسي، أما الزر الأيمن هو زر ثانوي، الزر الأيمن زر ثانوي، الزر الأيسر زر أساسي. نأتي الآن لنرى كيف نقوم بالعمل مع الفأرة. عندي أولا يمكننا من خلال الفأرة تشغيل البرامج والأيقونات، هذه هي الأيقونات على سطح المكتب. كيف يمكنني تشغيل الأيقونات أو تشغيل البرامج من خلال الفأرة؟ بالنقر المزدوج، دبل كليك. دبل كليك أو بالكلمات الإنجليزية في هذا الدرس ليست مهمة جدا في الامتحان. نقر مزدوج على الملف يعطيني أو يفتح لي الملف. لاحظوا الآن أنا وضعت على الفأرة على الملف هذا، أريد فتحه، أنقر نقر مزدوج نقرتان يفتح لي الملف. إذا عندي الآن هذا الملف، أنا قد وضعت هذا السهم على الملف. نأتي الآن نقر واحد اثنان مزدوج يفتح لي الملف، يفتح لي الملف. الآن هذه أول عملية نقوم بها من خلال الفأرة. أيضا يمكنني اختيار الأيقونة، اختيار الأيقونة، اختيارها غير تشغيلها. التشغيل أن أقوم بفتح البرنامج هكذا، الاختيار هي أن أضع السهم على هذا البرنامج فقط هكذا. إذا من خلال سهم الفأرة أو من خلال الفأرة يمكنني اختيار أيقونة ورؤيتها هكذا. لاحظوا أنا هكذا أكون اخترت الأيقونة. لاحظوا بالنقر على الأيقونة نقرة واحدة، ليست نقرة مزدوجة، بالنقر على الأيقونة نقرة واحدة أكون اخترت الأيقونة، نقرة واحدة أكون اخترت الأيقونة، نقرة واحدة على البرنامج أكون اخترت الأيقونة، لكن نقرتان يفتح لي البرنامج أو يقوم بتشغيله. نقرتان يفتح لي البرنامج ويقوم بتشغيله. يمكنني أيضا أول من خلال الفأرة القيام بالسحب والإفلات، القيام بالسحب والإفلات، ها هو السحب وها هو الإفلات. لاحظوا لا يأتي إلى هنا، لا أعرف ماذا، لكن هذا هو السحب والإفلات. لاحظتم معي كيف يكون السحب والإفلات؟ السحب والإفلات يا أول هو أن أنقر على الملف هكذا نقرة واحدة أسحبه معي، وعندما أصل إلى المكان الذي أريد أن أتركه فيه أتركه فيه بالإفلات. إذا سحب وإفلات، drag and drop، drag and drop، السحب والإفلات، drag and drop، السحب والإفلات. أنقر بزر الفأرة الأيسر وأستمر بالسحب وأفلته في المكان الذي أريد. بعدها يا أول أستطيع أيضا اختيار خصائص اللائحة من خلال الفأرة، لكن الآن هذا العمل من خاصية الزر الأيمن. بالزر الأيمن يا أول لاحظوا أنقر على الزر الأيمن يظهر لي خيارات عديدة لهذه الأيقونة، منها تعديل الاسم، الحذف، القص، النسخ، اللصق، الإرسال إلى وغيرها، وممكن أن أقوم بفتحها بهذه الطريقة open. لكن النقر المزدوج يكون بأسرع، النقر المزدوج يكون أسرع من أن أقوم بالنقر على الزر الأيمن بعدها النقر بالزر الأيسر على open أو فتح. إذا الخيارات للائحة تظهر من خلال النقر نقرة واحدة على الزر الأيمن، الخيارات تكون بالنقرة نقر واحد على الزر الأيمن. بعد التعامل مع الفأرة يا أول تحدثنا عن التعامل مع النافذة، التعامل مع النافذة. عندما تحدثنا عن النوافذ يا أول قلنا أن النوافذ لها هذه الأزرار المهمة، هي إغلاق، عندي إغلاق close، عندي restore down أو restore وهي استرجاع، وعندي أيضا minimize وهي تصغير. إذا عندما تحدثنا عن التعامل مع الفأرة تحدثنا أو عفوا النوافذ تحدثنا عن ثلاث أزرار مهمة أو أربع أزرار مهمة، هي close إغلاق ويغلق لي البرنامج،
إذا كلوز إغلاق وهو يغلق لي البرنامج. اثنان عندي كان ريستور وهي استرجاع، مينيمايز وهي تصغير. ريستور استرجاع لأول، ريستور استرجاع تكون على شكل مربعان، تكون مربعان. إذا ريستور داون هي عبارة عن، أو ريستور هي عبارة عن مربعان عند نقر عليها استرجاع تصغر لي النافذة التي أعمل عليها لأستطيع فتح نافذة أخرى وأعمل عليهما معا. لاحظوا أقوم بالتصوير هكذا. نأتي الآن نعمل على النافذتان معا، النافذتان معا. هذه هي أول، هي الاسترجاع، هذه وظيفة الاسترجاع. أما المينيمايز، ميني مايز أو التصغير، الكلمات هنا مهمة بالإنجليزي، كلوز، مينيمايز، ماكسيمايز، ريستور أو ريستور داون. عندي الآن المينيمايز، مينيمايز هي التصغير. التصغير يعني أول أنها تصبح في شريط المهام. لاحظوا هي في شريط المهام، لكن لاحظوا عليها مربع، عليها ماذا؟ مربع، فهي مفعلة لأنها مفتوحة لكن لم نغلقها. قمنا بعمل تصغير لها، تصغير لكي نعود إليها في وقت لاحق. إذا التصغير أو مينيمايز هي تقوم بتصغيرها ووضعها على شريط المهام مفعلة. أما عندما تكون قد عمل لها ريستور واسترجاع وتصغيرها بهذا الشكل، نقوم الآن بعمل ماكسيمايز، ماكسيمايز وهي تكبير، ماكسيمايز تكبير، تقوم بتكبيرها للعمل عليها بسهولة. هذه هي أول، هي أزرار النافذة، أزرار النافذة، كلوز، ريستور، مينيمايز، ماكسيمايز. بعد أن تحدثنا عن الأزرار التي هي كلوز، ريستور ومينيمايز، وأيضا عندي من ريستور يصبح عندي ماكسيمايز، تحدثنا بعدها عن أشرطة التمرير. أشرطة التمرير، هذا الشريط التمرير هو شريط تمرير عمودي، شريط تمرير عمودي. عندي أيضا الشريط الآخر وهو شريط الأفقي، الشريط الأفقي. إذا من أشرطة التمرير، أشرطة التمرير هي أول عندي شريط عمودي، شريط تمرير عمودي، شريط تمرير أفقي، شريط التمرير أفقي. إذا العمودي هي أن ننتقل من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى، الأفقي أن من يمين إلى يسار، يسار يمين. إذا من أشرطة التمرير هي أول عندي العمودي وعندي الأفقي، ومنها العمودي الذي يكون من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى، والأفقي من يمين إلى يسار، يسار يمين. هذه كانت أشرطة التمرير. بعدها يا أول ذهبنا إلى تشغيل البرامج، تشغيل البرامج. قلنا في درس التعامل مع الفراغ عن تشغيل الأيقونات وفتح الأيقونات للنقل المزدوج من سطح المكتب. هذه أيضا طرق من طريقة أو طريقة من طرق تشغيل البرامج يا أول. تشغيل البرامج منها ثلاث طرق، منها موجودة لديكم في كتابكم ثلاث طرق أو هي طريقتان. الطريقة الأولى أن أشغلها من سطح المكتب وهي بالنقل المزدوج كما تعلمنا في درس التعامل مع الفأرة. أن أشغل البرنامج الموجود على سطح المكتب بالنقل المزدوج، بالنقل المزدوج بالزر الأيسر للفأرة. أما الطريقة الأخرى، الخطوة التالية لتشغيل برنامج، أن أذهب إلى لائحة ستارت إبدأ، أن أذهب إلى لائحة ستارت إبدأ. قد يكون البرنامج أول، وهي هي الطريقة الثانية والثالثة من ضمنها أيضا. الثانية هي أن يكون البرنامج موجودا هنا في هذه القائمة دون الذهاب إلى أولي بروغرامز، أن يكون موجودا هنا وأختاره مباشرة. إذا لم يكن موجودا هنا سأذهب بعدها إلى أولي بروغرامز وأختار البرنامج الموجود لدي من هذه البرامج باختياره تحديدا. إذا الطرق يا أول هي أن يكون موجود إما في لائحة ستارت دون الذهاب إلى أولي بروغرامز، وإما أن يكون بداخل أولي بروغرامز، إما أن يكون بدون دائرة أولي بروغرامز موجودا هنا، وإما أن يكون بداخل أولي بروغرامز داخل أي لائحة أو لائحة ستارت إبدأ، وأقوم أنا باختياره من بينهم. إذا ثلاث طرق، وهي تشغيل الملف مباشرة من سطح المكتب بالنقل المزدوج بالزر الأيسر للفأرة، تشغيلها من لائحة ستارت مباشرة دون الذهاب إلى أولي بروغرامز، أو إذا لم يكن موجودا أذهب إلى أولي بروغرامز بعدها أختار البرنامج من لائحة ستارت إبدأ ثم أولي بروغرامز ثم اختيار البرنامج المراد. بعدها يا أول عندي برنامج الرسام، تحدثنا أنا وأنتم عن برنامج الرسام، برنامج الرسام. برنامج الرسام يا أول
يوجد طريقتان لتشغيل البرنامج، إما أن يكون على سطح المكتب هكذا من طرق تشغيل البرنامج، أقوم بنقل المزدوج عليه فيفتح لي برنامج الرسام، وإما أن يكون ليس على سطح المكتب وأقوم بالذهاب إلى اللائحة، وأيضا يوجد عندي دون الذهاب إلى الأولي بروجرامز يفتح هكذا، وإذا لم يكن موجودا في لائحة ستارت دون الذهاب إلى أولي بروجرامز أذهب إلى أولي بروجرامز بعدها أكسسوريز. أكسسوريز هي برامج ملحقة. إذا لتشغيل برنامج الرسام، لتشغيل برنامج الرسام أذهب إلى أولي بروجرامز، بعد أولي بروجرامز أختار أكسسوريز. الأكسسوريز هي أول هي البرامج الملحقة، بعدها أختار منها بينت. هذه طرق تشغيل برنامج الرسام أو فتح برنامج الرسام. برنامج الرسام يعبر كما ترون من اسمه رسام، إذا يستطيع من خلاله رسم اللوحات والتلوين وإضافة كتابة على الصور. إذا كان عندي صورة معينة أستطيع إضافة كتابة عليها من خلال برنامج الرسام. بعد أن تحدثنا عن تشغيل جهاز برنامج الرسام أو عفوا برنامج الرسام، تحدثنا عن مكونات الشاشة. مكونات الشاشة، من مكونات الشاشة هي أول كان عندي الصفحة البيضاء، هذه الصفحة البيضاء التي أنا أكتب عليها الآن. هذه الصفحة هي مكان أو حيز العمل، Work Area. Work Area، أيضا الكلمات هنا بالإنجليزي مهمة منكم، Work Area. Work Area يا أول هي حيز العمل، هي حيز العمل، حيز العمل أو الورقة التي نقوم بالرسم عليها، هذه من مكونات شاشة برنامج الرسام. أيضا عندنا من المكونات أول هذا الشريط، الشريط الذي فيه الألوان والأشكال والأقلام والممحاة، هذا الشريط نسميه تول بار. تول بار، شريط الأدوات تول بار، شريط الأدوات للرسم يحتاج أدوات، وهذا هو شريط الأدوات. أيضا عندنا يا أول شريط العنوان الموجودة فيه أزرار النافذة، Close, Restore, Minimize. هذا الشريط هي يا أول شريط أو هو شريط العنوان Title Bar، شريط العنوان Title Bar. إذا عندي في برنامج الرسام عندي حيز العمل Work Area، عندي تول بار شريط الأدوات، وعندي في الأعلى الموجود فيه أزرار النافذة Close, Restore, Minimize شريط العنوان Title Bar، وعندنا أيضا Scrolling Bar وهي شريط التمرير أو أشرطة التمرير. Scrolling Bar شريط التمرير عمودي، Scrolling Bar شريط التمرير الأفقي. إذا يا أول، وأيضا من هذه المكونات الأساسية للبرنامج، المكونات الأساسية Scrolling Bar أشرطة التمرير، شريط الأدوات تول بار، شريط العنوان تايتل بار، حيز العمل Work Area. من المكونات الداخلية داخل الأدوات، عندي داخل أدواتي أو أشرطة الأدوات عندي الألوان وعندي الأشكال. الألوان نسميها صندوق الألوان Color Box، وعندي Shape Box وهي صندوق الأشكال. صندوق الأشكال، هذه مكونات البرنامج أو برنامج الرسام المهمة لكم. إذا عندنا Shape Box، Color Box موجودة داخل صندوق الأدوات أو عفوا شريط الأدوات وهو Tool Bar. عندي أيضا اسم البرنامج وأيضا أزرار النافذة داخل أو على شريط العنوان Title Bar. عندي أيضا يا أول Scrolling Bar، Scrolling Bar أشرطة التمرير Scrolling Bar، وعندنا أيضا مكان العمل أو حيز العمل Work Area. هذا يا أول كان برنامج الرسام، وهذه مادة امتحانكم. تبقى لنا إيقاف تشغيل الحاسوب. من إيقاف تشغيل الحاسوب يا أول نذهب إلى Start. بعد Start يجب أن نذهب إلى لائحة Start. بعد Start نذهب إلى هذا السهم لاختيار Shut Down. لاختيار Shut Down. بعد اختيار Shut Down يا أول ننتظر الإغلاق. ننتظر الإغلاق، لاحظوا إما أن يعطيني Shutting Down أو يعطيني Logging Off، إيقاف التشغيل. Shutting Down جاري إيقاف التشغيل، وأيضا ننتظر إلى أن يقف تشغيله، بعدها نطفئ الشاشة، نكبس على زر الشاشة، وبعدها يمكن أن أزيل الأسلاك من الكهرباء ويمكن أن لا أزيلها، لكن هذه هي تعود لكم. لكن هذا كان إيقاف تشغيل جهاز الحاسوب بعد أن انتهينا مادة الحاسوب.
المحسوب أو مراجعة مادة الامتحان. أتمنى لكم التوفيق في امتحانكم، لا تنسوا امتحانكم سيكون الساعة 5 مساء إن شاء الله تعالى. أتمنى لكم التوفيق والإبداع كما عتدت عليكم. أتمنى أن ألقاكم على خير أحبة الصغار، أحبكم كثيرا كثيرا، دمتم في حفظ الرحمن وحبه دوما إن شاء الله تعالى. إلى اللقاء.